فخر واعلن انا كويتي انا كويتي صيت الوطن من فعلي وصيتي من هالوطن انا وهو مني انا كذي من عمري كويتي كويتي وخروا لكويتي وصل وخروا وخروا سووا له محل وخروا عنا سووا دار فخر واعلن انا كويتي انا كويتي صيت الوطن من فعلي وصيتي من هالوطن انا وهو مني انا كذي من عمري كويتي كويتي وخروا لكويتي وصل وخروا وخروا سووا له محل وخروا عنا سووا دار معكم اللاعبة حنين ناصر عبد الله المصباح نادي الطموح الكويتي الخاص الرياضي وكنت رايحة حق معسكر حق إن شاء الله حق البطولة حق روسيا وعطيت اللعبة مش وهذا وأشكر المدربات كلهم عن التدريب وهذا وكل شيء لعبتي سبيل شعور وناسة يعني كنت كل ما هذا شد حيل إن شاء الله يجيب مركز إن شاء الله ياكم العد الصاعد يلا يلا مع اللاعب محمد الهاجري اللعبة علي الجرير وشاعر معسد المراش والله قعدت ثلاث اسابيع وان شاء الله اشجع الشواحر بطوله ان شاء الله وان شاء الله كله الدرب الصبح والعصر كله تدرب تشيكي على ثليل على تشيكي على ثليل ثلج في 22 روسيا وان شاء الله ثلاث لعبه ان شاء الله وان شاء الله اشجع ان شاء الله ان شاء الله افعل على الكويت الميداليه ان شاء الله وخروا عنا سووا دار كنا في المعسكر للأمانة من تاريخ 13/8 لغاية 3/9 المعسكر كان ثلاث أسابيع كنا في البداية يعني كانت استعداداتهم صراحة جدا ممتازة حصلوا مراكز يعني متقدمة في مع المدربين اللي كانوا موجودين يدربون العيال للأمانة أشادوا فيهم في مجهودهم إن تعلموا التكنيكس المهارات اللي يعرفوها حق إن شاء الله بطولة كازان تكون في 22 إن شاء الله راح تكون في يناير فهذا معسكر تجريبي كان بين الألفة بين روح الفريق الواحد الطاقم الطبي الطاقم الفني الطاقم الإداري إلى جانب اللاعبين صار بينهم ألفة متعاونين للأمانة والحمد لله يعني حصلنا على نتائج مرضية ما ننسى أن نشكر دولة الإمارات أن أتاحت لنا الفرصة وكنا معهم خلال هالفترة في المعسكر التجريبي كل الشكر والتقدير لهم وحق نادي الطموح وأولمبيات الخاص الكويتي اللي كان على رأسهم اللي هو رئيس الفريق رئيس الوفد اللي كان معانا الأمانة أستاذة رحاب بروسلي بتوجيهاتها احنا تحركنا بتوجيهاتها صقلنا موهبة العيال وإن شاء الله نطمح للعالمية وإن شاء الله ينولون عيالنا كلهم في البطولات القادمة إن شاء الله أعلى المراكز والله للأمانة كان في تحديات بين العيال يعني عيالنا لما سافروا كان عندنا مثلا مركزين على 2-3 أنهم عندهم إمكانيات بس تفاجأنا أن الكل عنده طاقة والكل ما شاء الله يعني كانوا بالمراكز المتقدمة يعني نقول كانوا في الرابع وصلوا الأول وصلوا الثاني يعني صارت منافسات بيناتهم للأمانة منافسات حلوة يعني كل واحد يقول له لا أعمل التكنيكس هذا أعمل التكنيكس فبين بينهم الألفة وحبهم لبعضهم أنا كذي من عمري كويتي كويتي وخروا لكويتي وصل وخروا وخروا سووا له محل وخروا عنا سووا دار ياكم العد الصاعد Yeah.
عليكم، معاكم اللاعبة فارسة مريم أحمد إذياب والمتحدث الرسمي شرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولمبيات الخاص الكويتي. أنا أشكر النادي الطموح الكويتي، إحنا كنا أشكر دولة الإمارات على استضافة المعسكر التدريبي 23 يوم، أشكر النادي الطموح على رسم أفضل لحاء بروسلي، أعطتنا هذا الفرصة حقنا ونلعب ونستانس، وإحنا ما حسينا في الفرق القربة، إحنا حسينا أهل ونعطينا نشارك يا بعض، وحبيت الأجواء من الإمارات وادمجونا معاكم. أنا أحس يعني أنا قاعدة مع أهلي وأخواني أخواني معي في البيت، وأستانس معهم أضحك وياهم وأسولف وكذي، وهذا أستانس معهم. تعلمت وايد أشياء، أنا لما أطيح أتعلم أكون أتعلم، وأحب أنا أكون أتحقق كل أمنيات وأحلامي، هذا حلمي وإن شاء الله أحقق كل أمنياتي إن شاء الله، وإن شاء الله عندنا بطولة في 23 في كازان، وألعاب شتوية والألعاب صيفية، هو فروسية والألعاب الشتوية. الديار كلها فوق كل فخر، وأعلن أنا كويتي أنا كويتي، صيت الوطن من فعلي وصيتي، من هالوطن أنا وهو مني، أنا جديد من عمري. اسمي مريم جاسم محمد الهندي، انا اشتركت نادي الاولمبيات ووايد حبيته ووايد استانست، واشكر وايد كوتش اللي دربوني، كوتش محمد كوتش دلال، كان احساسي وايد عجيب وانا وايد حبيت اللعبه وايد حبيت المدربين، اشكر كل مدرب دربني وحير اشتاق لهم، متحمسه اني اروح اولمبياد ثانيه. قول بفخر واعلن انا كويتي انا كويتي، صيت الوطن من فعلي.